شبعت. شو؟ أعطيك ساندويتش شاور مع الكل؟ يا ريت يا عمو تعطينا اياها، كثير جوعانين. بإيدك وليه؟ هلا أعطيكم اياها قال. عمو شو بتستفاد إذا كبيت؟ أعطينا اياها ناكلها. نحن أولى يا عمو، نحن جوعانين، تكسر فينا حسنة. رجعنا عمو أعطينا اياها. كثير ما تفهمين؟ خلص ما بعطيكم اياها. عمو الله يوفقك، الله يخليك. إيمي إيدك وليه؟ إيدك الوسخة إيميها عني. والله يوفقك، الله يخليك، مشان اختي الصغيرة جوعانة. عمو بتكسر فينا حسنة. خلص يا عمو، أنا قررت أن أعطيك إياها، تفضلي. عن جد عمو؟ إيه عن جد يا عمو، امسكي. شكرا، شكرا عمو. عفوا يا عمو. كلي كلي يا أختي كلي. إن شاء الله ألف صحة وهنا. يا قلبك يا عمو، شكرا كثير على الساندويشة. يلا يا عمو، صحة، سلام عليكم. الله يرزقك يا رب، يا عمي بتتمنى. آمين. يلا. تليفون عمري؟ الو؟ ليش خير خير شو صاير؟ لك اليك مني احلى بشاره قولي. شو؟ انت شو عم تحكي؟ عن جد عم تحكي؟ الحمد لله يا ربي، الحمد لله. هي كانت امنيتي، امنيتي انه بنتي تطيب من مرضها. الحمد لله والشكر لك. تمام تمام، انا مسافه الطريق، مسافه الطريق، وبكون عندك ان شاء الله. يلا باي باي. الله لك بنتي، صار لها سنتين مريضة بهذا المرض اللي ما بيتسمى، واليوم الحمد لله عملت تحاليل طلعت طيبانة. الحمد والشكر لك يا رب، الحمد والشكر لك. أنا شو عملت؟ شو عملت؟ الحمد لله. هذا كله فضل الله، سمى دعاء للبنت. لك ايه؟ مرحبا عمو. اتوقف عمو، اكلنا ساندويشه. الله يسامحك يا عمو، انا ما جيت شان ساندويشه. يعني شو عمو؟ والله ما معي حقها. لا يا عمو، مو شان حقها يا عمو، انا جيت لحتى اساعدكم واخذ لكم بيت تعيشوا فيه انت واختك، كلهم مربيه تساعدي بتربيه اختك. عمو ليش؟ لانه يا عمو انا بفضل الله سمى دعائي بنتي طابت من مرضها. شوفي انا سنتين كاملين وانا ما عم بحثي عالجه، ما عرفت دكتور، ما عرفت مستشفى، ورحت عليه بنتي ما كانت تتعالج، لكن بفضل الله اليوم عملوا تحاليل بنتي طلع ما فيها شيء. الفضل لله، سمى دعائك يا بنتي. انت موافقه تروحي معي يا عمو؟ اكيد موافقه، اكيد يا عمو. يا طيب يا عمو، يلا قومي قومي حبيبي قومي، يلا قومي. يلا بسم الله يا عمو. خير انت يا سعد. داووا مرضاكم بالصدقة، صدقة لها تأثير عجيب، لها سر عجيب عند ربنا سبحانه وتعالى. المتصدق في سبيل الله ستأتيه سحابة الشفاعة.